بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اليوم انطلقت ركله البدايه. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كره، هذه كره الابداع. It's one! Oh, what a goal! ونبدأ نشرتنا الرياضية مع فريق النادي الأهلي اللي خاض تدريباته على ملعب التتش استعداداً للموسم الجديد. وعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق التدريبات، وحرص كمان على الاجتماع بجهازه المعاون، وده من ضمن الجلسات التنسيقية اللي بيعملها بشكل يومي مع معاونيه. بعد الجلسة شهدت كمان تدريبات الفريق فقرة إحماء وتدريبات فنية وخططية. بيواصل منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعداداً للمباريات الودية مع النيجر وليبيريا، واللي هيتلعبوا يوم 23 و 27 سبتمبر على استاد اسكندرية. شارك في تدريبات المنتخب الثلاثي المحترف طبعاً أحمد حجازي وطارق حامد وأحمد حسن كوكا، ده بالإضافة لباقي لعيبة المتواجدين في المعسكر. أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإسكواش PSA تصنيف رجال الإسكواش في الأسبوع الجاري من شهر سبتمبر، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي نادي دجلة بطل العالم كمان على صدارة التصنيف العالمي للشهر الرابع على التوالي. روبرت هاينر الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني اتكلم عن مستقبل ناجلسمان المدير الفني للفريق البافاري، وده بعد النتائج السلبية اللي عاشها خلال الأربع جولات اللي فاتوا من البوندسليغا، وقال إحنا مقتنعين تماماً بيه وبفريقنا بالكامل، وبنعلم أن النتائج لا تعكس الأداء، لكن لدينا القدرة على تحقيق أهدافنا الكبيرة. نجح النجم الكوري الجنوبي سون لاعب توتنهام في التتويج بجائزة أفضل لاعب في منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي. رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أدانت الإساءات العنصرية اللي واجهتها جماهير أتلتيكو مدريد للبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد قبل مواجهة الديربي ده بين الفريقين، وكان يوم الحد اللي فات. وقال المتحدث باسم رابطة الدوري الإسباني: ندين كل الحوادث داخل وخارج الملاعب، ونعمل مع الأندية للإبقاء على كرة القدم ودية وممتعة. وأضاف كمان أن الخطاب الكراهية ليس له وجود في الدوري الإسباني، نعمل دائما مع الأندية والسلطات لتحديد أي حالة من هذا القبيل وتقديمها للقضاء. امبابي نجم باريس سان جيرمان قدم أو قدر أنه ينهي أزمة حقوق الصور مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وده بعد إعلان اتحاد الكرة الفرنسي امبارح عن تعديل الاتفاق مع اللعيبة الفرنسيين. اتحاد الكرة الفرنسي كمان أوضح في بيانه له أنه بعد محادثات حاسمة في حضور المديرين التنفيذيين للمنتخب الفرنسي ورئيس الاتحاد وكمان المدرب والمدير التسويقي، تعهد اتحاد الكرة الفرنسي في أسرع وقت ممكن بمراجعة الاتفاق الأصلي لحقوق الصور الخاصة باللاعبين واللي بيتم اختيارهم. وأضاف كمان الاتحاد أنه بيستعد أو بيسعى للعمل على الخطوط العريضة للاتفاق الجديد، واللي من شأنه ضمان مصالحه ومصالح اللاعبين، مع الأخذ طبعا في الاعتبار المخاوف والإدانات المشروعة اللي عبر عنها اللاعبون بالإجماع. روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني قال إنه ما كانش متوقع أبداً انطلاقته الرائعة مع الفريق الكتالوني، وده بعد انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. وقال ليفا: لم أكن أتوقع أبداً إنه يبدأ بهذا الشكل، لأنه لا يمكنه تخمين البدايات، لكن يجب أن أقول أنني حاولت المساعدة على الفوز قدر الإمكان.